محمد السيد على تويتر بيقول اول تيشرت كان سنه 95 لما كنت بلعب في دوره المدرسه الثانويه واخدت هداف البطوله واخدت تيشرت الاهلي هديه من اداره المدرسه. يعني شوف يعني ده راجل بيعتبر هذا التاريخ تاريخ هام في حياته طبعا، يستحق التوثيق، يستحق انه يبقى مرحله من مراحل حياته. واعتقد ان التيشيرت النادي مش مجرد حاجه يعني قماشه او لون او زي ما قلت لك، بتلخص امور كثيره جدا، لدرجه ان يمكن النادي الوحيد اللي بيتقال عليه على مستوى العالم روح الفانيلا الحمراء. صح.